السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هنبدأ في شرح واحد من كوزات مادة T215 البارت الأول. حضراتكم عارفين إن الكوز مكون من 3 أجزاء: مجموعة من الأسئلة الاختيارية أو MCQ، مجموعة من الأسئلة المقالية، بالإضافة لأسئلة حسابية. طبعا حضراتكم من الأفضل أن أنتوا تبدأوا بالحاجات التقيلة، يعني تبدأوا بالبارت الثاني والثالث وبعد كده نروح للبارت الأول علشان الوقت اللي مخصص للامتحان. أول حاجة هنبدأ بيها هو MCQ أو مجموعة الأسئلة الاختيارية. السؤال الأول بيقول لي 1 زيتا بايت، الزيتا بايت ده بيساوي كام؟ 1000 إكزا بايت ولا 1000 ميجا ولا 0.6 إكزا بايت ولا 10.6 ميجا بايت؟ طبعا أنا عن نفسي مش عارف الزيتا بايت يعادل كام، فخلينا نشوف كده. هل الزيتا بايت يعادل 1000 إكزا بايت؟ معرفش، ممكن تكون الإجابة السليمة. طيب هل هو يعادل 0.6؟ أي حاجة أس 0 تعادل 1، 0.6 يعني 0، يعني هل الزيتا بايت يعادل الإكزا بايت؟ طبعا دي إجابة غلط. طيب هل الزيتا بايت يعادل 1000 ميجا؟ والله أنا أعرف إن التيرا بايت هو اللي 1024 ميجا، يبقى دي إجابة غلط كمان. طيب هل الزيتا بايت يعادل 10.6 ميجا بايت؟ ما أعتقدش. يبقى من النهاية الإجابة السليمة واللي حضراتكم لازم تحفظوها هو إن الزيتا بايت يعادل 1000 إكزا بايت. سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي يا ترى عدد الباينري كود وورد اللي يمكن تمثيلها لو عندنا 4 بت. احنا عارفين انه عدد الكود وورد كان بيساوي 2 أس N، بحيث الN هي عدد البيتس، وهنا عدد البيتس اللي احنا بنتكلم عليها 4، يعني النمبر اوف كود وورد هيكون 2 أس 4، يعني يطلع لي 16 كود ووردز. سؤال رقم 3 بيقول لي هاو ميني بيتس، عايزين نحسب عدد البيتس اللي متخزنة في ملف حجمه 26 كيلو بايت. أول حاجة هنيجي نقول 26 مضروبة في الكيلو، دي تعادل كام؟ أنا أعرف إن الكيلو ممكن تكون 2 أس 10 أو ممكن تكون 10 أس 3، بس ده بيعتمد هو أنت بتتكلم على البيت ريت هنا ولا بتتكلم عن الفايل سايز. إحنا بنتكلم على سايز لملف معين، يعني حجم ملف معين، فالمفروض إن إحنا بنستخدم مين؟ بنستخدم اللي هي 2 أس 10، يعني نقول 26 مضروبة في 2 أس 10 ضرب هو عايز عدد البيتس، يبقى المفروض إن الشغل كله يتحول من البايت إلى البيتس. طيب هنا البي دي سمول ولا كابيتال؟ لو هي سمول كنا هنسكت وما نعملش أي حاجة، إنما لأنها بي كابيتال فالمفروض إن البي كابيتال تعادل كلمة بايت، ونعرف إن البايت يعادل 8 بت، يبقى هنضرب هنا في 8. يبقى إذن علشان نحسب عدد البيتس اللي موجودة عندي هنضرب 26 في 2 أس 10 في 8 بتس. طبعا حضراتكم هتضربوها بالآلة الحاسبة هنلاقي الناتج يطلع 212992 بتس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which operating system calls the folder directory، يعني في أي operating system بيتم تسمية المجلدات بالدايركتوري. طبعا في حالة الويندوز بنسميها فولدر، في حالة اللينكس بنسميها دايركتوري، في الماك operating system بنسميها فولدرز برضو. تمريننا اللي بعد كده أو رقم 5 بيقول لي واحدة من the following is not a secondary memory. نأكد احنا عندنا في نوعين من الميموري أو نوعين من وصاية التخزين، يا إما برايمري يا إما سكندري. البرايمري اللي هي الرام والروم، أما السكندري فهي السيدي روم، الدي في دي، الهارد ديسك، الفلاش ميموري. ومن الواضح إنه ولا واحدة من اللي موجودين لا تعتبر سكندري ميموري، يعني كلهم سكندري أصلا، فالإجابة السليمة هي none of the above. الفقرة رقم 6 ودي محتاجة تركيز شوية. هو بيقول لي هنا إيه؟
One of the following is true. واحدة من الجمل التالية صحيحة بخصوص حذف ملف من الهارد ديسك. احنا عايزين نراجع النقطة دي. فنقول انه لما بنحذف ملف من الهارد ديسك فالمفروض ان الانتري الخاص بيه في الماستر فايل بيحذف وتترك البيانات كما هي حتى يتم الكتابة عليها او استعادتها ببرامج معينة. يعني مثلا حضرتك عندك كتاب، الكتاب فيه فهرس، لو جيت على شابتر 13 مثلا وجيت حذفته يعني شطبت عليه من الفهرس فقط، لكن الصفحات ما زالت موجودة للكتابة عليها، يبقى هنا المفروض انه الاختيار الصحيح هيكون هو It is only the entry بتاعه في الماستر فايل تيبل ده اللي بيتحذف. محتوى الملف او الكونتنتس الخاصة بالملف هتفضل زي ما هي على التراكس والسيكتور until حتى يتم كتابة البيانات عليها. طبعا الفقرة A بيقول لي ان الانتري في الماستر فايل تيبل والمحتويات اللي كان بيتلغوا، طبعا ده لا، هو زي ما قلت لكم انا بلغي الانتري في الماستر فايل تيبل والداتا بتاعته بتفضل موجودة، يبقى هنا كلمة and هي اللي عملت لي مشكلة. رقم او B بيقول لي الانتري بتاعته في الماستر فايل تيبل هتفضل زي ما هي، طبعا ده كده غلط. رقم C احنا قلنا ان هي الاجابة الصح، اما رقم D فبيقول لي انه اللي في الماستر content of the file itself remain، يبقى المفروض ان الحاجة اللي موجودة في الماستر فايل تيبل هتفضل من غير ما نحذف. يبقى نأكد على النقطة دي، لما نحذف ملف من الهارد ديسك فإن الانتري الخاصة به في الماستر فايل تيبل بتحذف ويترك الداتا بتاعتي كما هي حتى يتم إما الكتابة عليها مباشرة أو استعادتها باستخدام برامج معينة. رقم 7 هي جملة عن الراديو ويف، فبيقول لي ان الراديو ويف او اشارات وموجات الراديو هي عبارة عن جزء او مجموعة من موجات الكهرومغناطيسية او الالكتروماجنتيك ويفز، بتمتاز بان التردد بتاعها بيتراوح من كام؟ من 3 كيلو هرتز ل 300 جيجا هرتز. الحاجة دي محفوظة وموجودة في المادة نصا. رقم 8 بيقول لي الـ IEEE family of standard الخاصة بالوايرد لان او اللي اسمها ايثرنت يا ترى هي كام؟ طبعا حضراتكم عارفين ان الايثرنت او الوايرد لان تعادل الـ IEEE 802.3، اما الـ 802.11 فدي بنسميها الواي فاي، الـ 15 بنسميها البلوتوث، الـ 16 اللي هي الواي ماكس. كل الجمل دي او كل التنويعات على الاكواد او اللي هي الستاندرز المختلفة جت قبل كده في كويزات. السؤال رقم 9 نقط اذا security protocol بنستخدمه لحماية الوايرلس local area network. طبعا security protocol يبقى مش TCP/IP ولا يكون الميمو، الميمو دي تكنولوجي بيستخدموها مع الانتنز، ولا يكون CA. السيكوريتي ما كانش فيه غير 2 بروتوكول اللي هما الويب WEB اللي هو الوايرد ايكويفالنت برايفسي والواي فاي بروتكتد اكسس، يبقى الاجابه دي هي الصحيحه. اخر نقطه في الجزئيه دي هنتكلم على الفرق ما بين XML وال HTML. النقطه اللي حضراتكم لازم تعرفوها انه الـ XML بتختص بالكونتنت يعني بتعرف محتوى الداتا، اما الـ HTML بيسموها اللي هي الـ Hypertext Mark Up Language ودي بتعرف الـ Appearance او اللي هو مظهر الصفحة. يبقى الـ XML بتختص بتخزين البيانات، لكن الـ HTML المفروض ان هي بتديني الـ Appearance او بتعرفني البيانات هتظهر ازاي. وبكده بينتهي الجزء الأول من الكويز.
نبدأ دلوقتي مع مجموعة الأسئلة المقالية في الجزء الثاني من الكويز. عندي 7 أسئلة مقالية، هنختار منهم 5، وكل سؤال بـ8 درجات، بمعنى إن التوتال يكون 40 درجة. أول سؤال بيقول لي: يا ترى هو إيه الفرق أو الديفرنس ما بين الانفورميشن وما بين الداتا؟ وإيه هي الصيغ أو الأشكال اللي ممكن تاخدها الانفورميشن؟ طبعا الانفورميشن هي عبارة عن شيء يمكن للبشر إدراكه وفهمه والإحساس به. يبقى الانفورميشن is something a human is capable of perceiving، سهل إن هم يدركوه يفهموه ويشعروا به. طيب الداتا هي إيه؟ الداتا دي لما نقصد بيها الانفورميشن هيتم وضعها على صورة مناسبة للمعالجة داخل أجهزة الكمبيوتر. يعني أنا عندي صور ونصوص وأصوات، هنحولها لصفار ووحايد، يبقى حولناها من انفورميشن لداتا. الانفورميشن ممكن تاخد أشكال مختلفة، ممكن تكون على شكل تكست أو بيكتشرز أو ساونز. سؤالنا اللي بعد كده بيقول لي: يا ترى هي ايه هي الميتا داتا؟ وبتكون موجودة فين؟ وايه استخداماتها؟ وايه البيانات اللي بتوفرها لي؟ الميتا داتا هي عبارة عن داتا اباوت الداتا، يعني مجموعة من المعلومات اللي لا يتم استخدامها بصورة مباشرة داخل الملفات. ايه هي المعلومات اللي بتوفرها لي؟ بتديني معلومات عن نوع البرنامج المستخدم لإنشاء الداتا، يعني انت استخدمت الوورد ولا استخدمت النوت باد ولا اي برنامج معالجة نصوص عشان تعمل الملف دوت. وكمان بتديني تاريخ إنشاء الملف، حجم الملف اللي موجود عندي، ووقت تخزين الملف. يبقى إذن الميتا داتا هي عبارة عن داتا أباوت الداتا، بتوفر لي مجموعة من المعلومات عن البرنامج أو السوفت وير اللي مستخدم لإنشاء الداتا أو الفايل ده، وحجم الملف اللي موجود عندي، وتاريخ إنشاؤه وزمن إنشاؤه. طيب يا ترى الميتا داتا بتكون فين؟ بتكون جوه الهيدر الخاص بالملف نفسه. طيب بتستخدم لإيه؟ بتستخدم في تسهيل عمليات البحث عن البيانات. يعني على سبيل المثال ممكن نربط ما بين الصور وما بين نوع الكاميرا اللي تم استخدامها لالتقاط الصور دي، او المكان اللي اتخذت فيه الصورة. يعني هنيجي نقول لبرنامج البحث: دور لي على الصور اللي تم استخدام كاميرا من نوع نيكون 500 اكس لالتقاطها. يبقى اذا الميتا داتا بيتم استخدامها في عمليات السيرشنج، وبتسهل العمليات دي. السؤال اللي بعد كده خاص بالكمبريشن، وانا شرحته اكتر من مرة. فهو بيقول لي هنا الكمبريشن هو عبارة عن طريقة لضغط البيانات وتحويلها لصيغة مضغوطة. في نوعين من الكمبريشن، اللي هو اللوسلس كمبريشن. عملية الضغط في اللوسلس كمبريشن لا تؤدي لفقدان اي بيانات، وبالتالي يمكن اعادتها للاصل بتاعها من غير فقدان اي بيانات. على سبيل المثال اللي هو الزيب فايل او الرير فايل والجرافيك انترتشينج فورمات. اما اللوزي كومبريشن فعمليه الضغط او تحويل الفيديو او الصور من صيغه لاخرى بتؤدي لفقدان بعض البيانات، اللي هي unrecoverable loss of data، ولا يمكن اعادتها لاصلها. طبعا اشهر الانواع هي الجوينت بيكتشر اكسبيرت جروب والموشن بيكتشر اكسبيرت جروب في حاله الفيديو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي السوليد ستيت ستورج. السوليد ستيت ستورج اللي هي مقصود بها الفلاش ميموري، او اللي هي الاكسترنال هارد ديسك الجديده. فبيقول لي ان الهارد ديسك ديت او السوليد ستيت ستورج have no moving parts، يعني ما بيكونش فيها اجزاء متحركه، يعني ما فيهاش موتور. يا ترى هي ايه هي ميزات غياب الاجزاء المتحركه؟ اول حاجه هي بتكون اقل عرضه للاعطال الميكانيكيه لعدم وجود موتور او غيره.
يعني لو وقع مني على الأرض مش هيحصل له حاجة. يبقى إذا السوليد ستيت ستورج ديفايسز ليس سسبكتابل، سسبكتابل يعني معرضة للميكانيكال فيلير، أقل عرضة للأعطال الميكانيكية لعدم وجود موتور. طيب كمان مور ريزيستنت تو شوك اند فايبريشن، أكثر مقاومة للصدمات والاهتزازات. زمان لما كنا بنستخدم الهاردات العادية اللي هي مش سوليد ستيت ستورج، كان لو الهارد ديسك وقع مني على الأرض خلاص الهارد ديسك انتهى خلاص. ليه؟ لأنه ممكن الموتور أو الإبرة بتاعته تكون اتحركت من مكان لمكان، ممكن الموتور يكون حصل فيه مشكلة. الحاجة اللي بعد كده بيقول لي إن الريد أو الرايت أكسس تايم اللي هو زمن وسرعة قراية كتابة البيانات باستخدام السوليد ستيت ديفايسز بيكون أسرع من الهارد ديسك العادي. ليه؟ لأنه ما فيش موتور وما بيكونش فيه وقت ضايع في تحريك راس القراية والكتابة للوصول للمكان المطلوب. يبقى هنا بيقول لي الريد رايت أكسس تايم كان بي فاستر، هيكون أسرع. ليه؟ لأنه ما فيش انبلت ديلي، ما فيش زمن تأخير ناتج عن حركة راس القراية وتوجيه القرص الصلب تحت المكان المطلوب قرايته. رقم 4 low power consumption، بتمتاز السوليد ستيت ستورج ديفايسز بانها بتستهلك باور اقل، برضو لانه لا تحتوي على موتور. السؤال اللي بعد كده رقم 5 بيقول لي اذكر لي السيتويشنز او المواقف او التطبيقات اللي بيكون فيها استخدام الوايرلس لوكال اريا نتورك مور افكتيف، اكثر كفاءة من استخدام الشبكة العادية. هو عايز سنة 4 اجابات فقط. اول حاجة عندي ممكن نقول توصيل الاجهزة الالكترونية في البيت بسهولة. انا عندي 2 لابتوب وعندي مثلا تابلت وموبايل فون، كل دول عايز اعمل منهم شبكة. مش معقولة هروح اجيب كابلات لانه في اجهزة ما بتدعمش الكابلات اصلا. يبقى هنا بيقول لي computing devices around the home can be connected quickly and conveniently. النقطة اللي بعد كده بيقول لي greater flexibility، مرونة أفضل في توصيل الأجهزة داخل المكاتب الخاصة بالشغل، وذلك بإقلال تكلفة تغيير الأساس والسداد. يعني أنا مش محتاج إن أنا أعمل حفر في الجدران وعشان أركب كابلات، انا مجرد ان انا اجيب اكسس بوينت وحوصل ما بين الاجهزة لاسلكيا. النقطة اللي بعد كده بيقول لي يمكن للاطقم الطبية او اللي هو الميديكال ستاف اللي موجود عندي في مستشفى او غيره ان هم يحدثوا تسجيلات المرضى بواسطة اجهزة محمولة او بي دي اي او تابلتس. يبقى هنا الميديكال ستاف with hand held او نوت بوك ممكن يعملوا ابديت للإنفورميشنز الخاصة باليوزرز أو بالمرضى. آسف. سؤال اللي بعد كده بيقول لي اشرح لي طريقة الاتصال مع الأكسس بوينت. الفكرة كلها أنا بيكون عندي مثلا تليفون وعندي هنا أكسس بوينت، الجهاز ده اللي هو الموبايل مثلا عايز يتصل مع الأكسس بوينت. فأول حاجة أما حضرتك بتشغل الجهاز المفروض انه بيعمل سكانينج في المنطقة المحيطة بيه، وبعدين يبعت فريم معين بيسموه بروب ريكوست. المفروض ان الجهاز بيبعته في كل المنطقة المحيطة بيه، يعني بيعمل له برودكاست. ممكن يكون فيه اكتر من اكسس بوينت، يبقى هنا رقم 2، هنا اكسس بوينت رقم 3. بمجرد استقبال الاكسس بوينت البروب ريكوست مفترض انها بترد عليه على الجهاز ده. يعني معنى كده ان الموبايل هيوصله بروب ريسبونس من اكتر من اكسس بوينت في المنطقة اللي هو موجود فيها، فيختار الاقوى ويحاول الاتصال بيها. دي الفكرة العامة للاجابة. يبقى هنا بيقول لي هون الديفايس، اما الجهاز اللي موجود عندي بيتم تشغيله المفروض انه بيعمل سكانينج، يعني بيفحص المنطقة اللي هو موجود فيها
على فترات زمنيه معينه علشان يدور على اكسس بوينت ويتصل بيها. ازاي؟ بانه بيبعت باكت معينه بيسموها بروب ريكوست فريم، وبعدين بينتظر فتره زمنيه علشان يوصله البروب ريسبونس فريم. لو في اكتر من واحده من الاكسس بوينت في المنطقه دي، فالمفروض ان الديفايس هيوصله اكتر من بروب ريسبونس فريمز، وبالتالي الجهاز او الديفايس اللي موجود عندي هيحاول ان هو يتصل مع الاكسس بوينت اللي بيكون فيها الاشاره اقوى. سؤال رقم 7 خدناه قبل كده. طبعا هنا بيقول لي انه الاستراكشر او مكونات الريبورت بتكون مكونه من الانترودكشن والبودي والكونكلوجن بالاضافه للسبلمنتري ماتيريال. عرفني كل منهم. طبعا الانترودكشن او المقدمه بتديني باك جراوند او خلفيه عن الموضوع الخاص بالمقاله، وبتديني الهدف الخاص بالمقاله. البودي المفروض انه بيذكر لي الحقائق او الفاكتس، وبيشرح لي التكنولوجيز المستخدمه ويوصف العناصر بتاعتها، وكمان بيحاول يقارن ما بين التكنولوجيز وبعضها اللي بتدور حواليها المقالة. طبعا ده ممكن يكون مكون من 2 أو أكتر من السكشنز. الكونكلوجن مقصود بيه الخلاصة، وده بيحتوي على السمري اللي هو مختصر المقالة، والديدكشنز أو الاستنتاج بتاعي، وكمان بيكون فيه بوينترز يعني إشارات للعمل المستقبلي الخاص في موضوع المقالة. أما السبلمنتري ماتيريال فبيقصد بيها الريفرنسز أو المراجع بتاعتي. طبعا هنا بيكون في ذكر الكوتيشنز اللي هي الاقتباسات، والكايتيشنز اللي هي الاستشهادات اللي موجودة في الريبورت، وبيتم وضع الريفرنسز المناظرة بيها. السؤال بعد كده طبعا هنبدأ في البارت الثالث. السؤال الأول كلته مكرر في امتحان قبل كده، فما فيش داعي ان انا اشرحه مرة تانية. نبدأ مع البارت الثالث من الكويز. طبعا هو عبارة عن مجموعة اسئلة حسابية بالاضافة لسؤالين مقاليين. السؤال الاول ده مهم جدا، وتم شرحه بالتفصيل في واحد من الكويزات السابقة. نتنقل للجزء او السؤال اللي بعد كده. بيقول لي يا ترى هو ايه الفرق او الديفرنس ما بين الداتا ريت وما بين الثروبوت؟ الداتا ريت هو اقصى سرعة لارسال البيانات في الظروف المثلى، او اللي بيسموها الاوبتيمم كونديشنز. يعني خلينا نقول ان هي السرعة اللي بتقول لك شركة الاتصالات انها موفرة ليك. يعني بتيجي تقول لي والله انت السرعة بتاعتك 10 ميجا بير سكند، هل سرعتي دي الفعلية؟ لا، السرعة الفعلية بتكون اقل من كده بكتير. ليه؟ لاسباب كتير هنقولها دلوقتي. طيب السرعة الفعلية بيسموها ثروبوت. يبقى اذا الداتا ريت اللي هو الثيوريتيكال او الحاجة النظرية، اما الثروبوت فهو الحاجة الفعلية اللي بتوصلك. يبقى اذا كلمة داتا ريت مقصود بيها التوتال ماكسيمم داتا كارينج كاباسيتي اوف ذا نتورك في الاوبتيمم كونديشن، يعني اقصى سرعه لارسال البيانات في الظروف المثلى. وبيقول لي غالبا ما بيتم فقدان او استهلاك جزء من البيت ريت او من الكاباسيتي دي في المانجمنت والكنترول ترافيك. يعني مثلا عمليه البحث عن الاكسس بوينت بتستهلك جزء من البيت ريت، او اعاده ارسال البيانات اللي بيتم او اللي تم فقدانها برضه بتستهلك جزء من الداتا ريت. فالداتا ريت بتاعي ما بيكونش الماكسيمم، لكن بيفقد منه جزء. الجزء الباقي بقى او الريميننج كاباسيتي دي اللي بتكون متاحه لليوزر. الكاباسيتي دي بيسموها ثروبوت. وبيقولني ان الثروبوت بيتم التعبير عنها او وحده القياس بتاعتها هي البت بير سكند، او ممكن نفهمها على انها نسبه من الماكسيمم داتا ريت. يعني ايه؟ اقول لك الثروبوت اللي موجود عندك كان 45% من البت ريت بتاعك، فحضرتك بتشوف البت ريت كام،
تجيب منه 45%. سؤالنا اللي بعد كده بيقول يا ترى هي ايه هي العناصر اللي بتأثر على الثروبوت الخاص بالوايرلس لوكال اريا نتورك. احنا لسه قايلين ان الثروبوت هو عبارة عن نسبة من الماكسيمم داتا ريت، يعني معنى كده انه من اهم العناصر هو الداتا ريت بتاعي. لو الداتا ريت بتاعي كبير يبقى المفروض ان الثروبوت بتاعي هيكون كبير. النقطة اللي بعدها اللوكال انترفيرنس، مقصود بيها اللي هو الانترفيرنس اللي موجود في منطقة البث الخاص بالشبكة. كل ما بيزيد الانترفيرنس هيقل البتريت وبالتالي هيقل الثروبوت. دي علاقة طردية. النقطة رقم 3 اللي هي الانفايرمنت او البيئة، وبيقصد بيها الابستراكشنز او العوائق. على سبيل المثال انا في منطقة جبلية، فالمفروض ان البتريت بتاعي هيقل وبالتالي هيقل الثروبوت. اللي بعدها الاكيوبمنت سيت اب، مقصود بيها طريقة تركيب وإعدادات الأجهزة وتوجيه الهوائيات اللي موجودة عندي. الرقم 5 اللي هي الترانسميت باور أو قوة إرسال الخاصة بالأجهزة اللاسلكية، ودي كل ما بتزيد قوة الإرسال كل ما بيتم إرسال الإشارة لمسافة أبعد، وبيزيد الانترفيرنس للأسف. آخر تمرينين هنتكلم عليهم، بيقول لي أنا عندي 10 يوزرز متوصلين على شبكة لاسلكية. البيت ريت أو الماكسيمم بيت ريت الخاص بالشبكة دي كان 54 ميجا بت بير سكند، وبيقول لي إن الثروبت اللي موجود عندي كان 45% من البيت ريت السابق ذكره. عايز يحسب التيبيكال افريج براكتيكال مسج داتا ريت لكل يوزر. طيب احنا عارفين دلوقتي القوانين لازم تنكتب وبيكون عليها درجات. الثروبوت اللي موجود عندي بيساوي الماكسيمم بت ريت اللي هو 54 ميجا بت بير سكند مضروب في البرسنتج جيفن او النسبه اللي بيديها لي. لازم اكتب الصيغه. يبقى اذا الثروبوت هيساوي 54 ميجا بت بير سكند مضروب في 45%. وقلنا لما نيجي نكتب 45% بنحولها لأرقام، بنقول 45 على 100. طبعا مضروبة في البت ريت بتاعي اللي هو 54 هيديني الناتج أو اللي هو الثروبوت الكلي يكون 24.3 ميجا بت بير سكند. بس الثروبوت دوت المفروض انه بيتوزع على عدد اليوزرز، يعني معنى كده ان الافريج براكتيكال مسج داتا ريت لكل يوزر بيساوي الثروبوت اللي احنا جبناه سابقا مقسوم على النمبر اوف يوزرز. يعني هنقسم ال 24.3 ميجا بت بير سكند مقسوم على 10 يوزر، يعني هيديني البت ريت لكل يوزر يبقى 2.4 ميجا بت بير سكند. السؤال اللي بعد كده بيقول لي أنا عندي كاميرا بنستخدمها علشان نضغط صور جابي إي جي، والكاميرا دي ضغطت ملف حجمه 12.1 ميجا بايت. الملف ده طبعا هو الرو إيميج، يعني ده الحجم الأصلي قبل عملية الضغط. فبيقول لي لو الملف المضغوط بقى حجمه 2.2 ميجا بايت، يا ترى نسبة الضغط أو الكمبريشن ريشيو تكون كام؟ احنا عارفين ان القانون بيقول لي ان الكمبريشن ريشيو أو نسبة الضغط بتساوي الاوريجينال فايل سايز أو اللي هو الرو فايل سايز، وقلت رو يعني خام، على الكمبريسد فايل سايز، يعني الملف الأصلي على الملف المضغوط. الأصلي كان كام؟ كان 12.1 ميجا بايت، والمضغوط كان 2.2 ميجا بايت. ونلاحظ هنا ان وحدات القياس زي بعضها، يعني هنا ميجا بايت وهنا ميجا بايت، فنطيرهم مع بعض ونقسم ال 12.1 على 2.2 مباشرة، هيديني ان الكمبريشن ريشيو 5.5. الفقرة بي بيقول لي
لو السيم كاميرا يعني نفس الكاميرا، يعني قصده نفس نسبة الضغط اللي حضرتك جبتها فوق هنا استخدمناها علشان نضغط صورة حجمها 6 ميجا بايت، يا ترى الملف المضغوط او الـ size of compressed image بالبيتس وبالميجا بايت هيكون كام؟ يبقى احنا عارفين ان القانون كان بيقول لي ان الكمبريشن ريشيو او نسبة الضغط بيساوي الملف الاصلي على الملف المضغوط. طيب احنا عندنا الكمبريسد فايل ايمج ده بندور عليه، ده مجهول. طيب النسخة الاصلية او الملف الاصلي كان كام؟ 6 ميجا بايت. طبعا احنا بنتكلم في الفقرة بي، ملناش علاقة بالفقرة ايه. طب فين الكمبريشن ريشيو؟ الكمبريشن ريشيو هو جابها هنا بيقول لي لو السيم كاميرا، لو نفس الكاميرا. نفس الكاميرا يعني ايه؟ يعني نفس نسبة الضغط اللي حضرتك طلعتها في الفقرة ايه. يعني معنى كده ان هو مديني هنا 5.5 بتساوي الحجم الاصلي اللي احنا بندور عليه، خلينا نقول انه اكس، على النسبة او اسف ده اللي هو كان 6 ميجا بايت. وعندي هنا النسخة المضغوطة دي اللي احنا بندور عليها اللي هنسميها اكس. يعني معنى كده انه الملف المضغوط هيكون 6 ميجا بايت مقسوم على 5.5. يبقى هنا 6 على 5.5 هيديني 1.91 ميجا بايت. طيب ده هو بيقول لي هاتهولي بالبيتس وبالميجا بايت. اللي احنا جبناه بالميجا بايت. طيب نجيبه ازاي بالبيتس؟ يبقى هنروح نحول الميجا والبايت. طبعا الميجا تعادل كام؟ هو احنا هنا بنتكلم على بت ريت ولا بنتكلم على فايل سايز؟ بنتكلم على فايل سايز، يبقى المفروض ان دي تبقى 2 أس 20. طيب والبايت هي بايت اللي هي 8 بت، يعني هنضرب في كام؟ في 8. يعني معنى كده انه هيساوي 1.91 مضروبة في 2 أس 20 مضروبة في 8، والناتج اللي عندي بيطلع بيه البيتزا. وبكده بينتهي الكويز ده.